مكملين معاكم في اسكندريه وايفنت اسكندريه وانجازات ايفنت اسكندريه. واحد اثنين ثلاثه. مش انت اللي كنت على الشجره؟ انا اللي قرده. اه انت اللي كنت طالعه على الشجره. انت بتخسي اصلا؟ بخس. والله العظيم كان عندها هوبا. طب اطلعي شجعتها اني تيجي معايا. وسع عون وسع لها شويه. قولي لنا بقى الحفله المره دي الحمد لله. عادي المره اللي فاتت كان عندي بطن وكده فشجعت فيكم بصراحه. طب الحمد لله. ورحت رياضه وكمان بواظب على اكلي وكده الحمد لله. هي رياضه طبعا دي اللي كانت معانا في ايفنت المره اللي فاتت وخلانا يعني تطلع على الشجره. اتمنى ان النهارده برضو ان هي تطلع على الشجره برضو. لا باذن الله. ودي عيني اللي كانت على طول يعني مش احورينها معانا. الحمد لله. سوها ايوه زيكم. عاملين ايه؟ عملت ايه يعني؟ الحمد لله خسينا والحمد لله يعني مستمرين وان شاء الله. وصلتي كنت كام وبقيت كام؟ يعني لو كنت 70 بقت 75 يعني 75 بقت 70. يعني حاجات خمسة كيلو الفكه بتاعتنا. ايوه بالظبط. اللي هو يعني واحد كده يعني. معلش. لا دي فكه دي عادي مش مشكله. بس اي كيلو على فكره اي كيلو بمرض. يعني اي كيلو ده مرض. طبعا. هو انا يعني الحمد لله انا ده تاني ايفنت ليا وطبعا مع الصفحه من زمان. الحمد لله يعني هو بسبب مرض ما بطلع وانزل بس انا برده مستمره الحمد لله. الميزان ثابت بس كل هدومي وسعت عليا وطبعا مش ضاويه ان انا اضيع ده. طبعا طبعا مع المرض شويه ساعات بزود مع الصفحه حاجات بعمل حاجات بس طبعا استحاله الاستحاله حتى لو ايه ان انا ارجع تاني زي ما كنت 90 كيلو بالظبط. يعني هو هي بتقول لكم ان المرض بيوقف ساعات بدي مش عقبه ان انت ممكن تعملها. بالعكس ممكن يكون دافع ليك. هو ده اللي احنا دايما بنقوله لك. لا بالعكس. اي حاجه تحصل لك في حياتك وحشه خدها ان هي دافع ليك لان ربنا ما بيكتبش. الحمد لله رب العالمين. حتى لو انت شايفها وحشه صح كده غير صح. وان ليها معنى وليها يعني رحمة. حتى لو يوم ضاع مني كده بس تاني يوم لازم بكون ان انا ارجع تاني اعيد ثقتي. طبعا هو السكر بالنسبه لي ازمه ان انا لازم ازود او اطلع فبرضه ما بقاش ازمه لان الحمد لله كنت باخد انسولين الصبح انسولين بعد الظهر فكانت بالنسبه لي العمليه. دلوقتي باخد 15 وحده الصبح وبهبط فممكن ان انا برضه اشيله فده كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. اما الميزان هو ثابت فده مش مهم عندي. كل الهدوم بلا استثناء وسعت عليا جدا فده فرحني. طبعا بجانب الرياضه دي طبعا اقل حاجه. ما تقوليش ما عنديش وقت. لا عندك وقت. تمرينات بتنزل على الصفحه ممكن نعمل. مش قادره التزم برياضه في البيت نزلت الجيم مش مشكله ما اقعد لي شهرين تاني حاطة ساعه من اليوم حتى لو الاولاد في المدرسه وهروح اعمل التمارين. تمارين صعبه بس بتجيب معايا نتيجه بتشد جسمي برضو بتشغل عندي حاجات. ابتديت 90 ودلوقتي لا دلوقتي 68 ف لو الميزان كان بيديني الحافز كان زماني وصلت ل 60. هو انا املي وامل ربنا طبعا ان انا اوصل ل 60 فما عنديش استعداد مهما يكون ايه ان انا ارجع زي ما كنت. طبعا كان عندي مشكله في الفقرات راحت مشكله في السكر الحمد لله وعندي امل في ربنا ان انا امنع يعني الانسولين. طبعا بلاقي التشجيع حتى لو مش بخش اعلق بس بشوف ناس بتديني تشجيع برضه بدخل بشوف نظام بسال الدكتور بتاعي بسال جماعه الدعم كلهم صراحه ما حدش بيتاخر وطبعا منهم ماما هو ده حبيبه قلبي. فيعني الحمد لله بيحصل لي اكتئاب وبيحصل لي احباط وبيحصل لي كل حاجه بس يومين وبستغفر ربنا وبرجع تاني لاني استحاله ان انا ارجع زي ما كنت. لان اولا الصحه غاليه واولادي هم احلى حاجه في عندي في الدنيا فلازم اكون وراهم. الحمد لله. فالحمد لله رب العالمين. طبعا بشكر الجميع طبعا بشكر الجميع. واي ايفنت لو طول اروح في اي محافظه اكون معاكم. هي بس الظروف بس مش اكتر. لا يعني الاحساس بتاعها وصل لكم ان واحد مسك في الحاجه الصح وقفش فيها خلاص بس قفش فيها ومش هيقدر يسيبها وحتى لو ايه يعني حتى لو تعب يعني لا نقاوم. والله الحمد لله رب العالمين رغم ان مريت بظروف مرض اصعب واصعب فاذا عزمت فتوكل. مرض كان صعب جدا بس احمدك يا رب برضو ربنا شفاني وعافاني منه وكانت مقاومه ليا ان انا بقى اخش على المرحله الثانيه ان انا مش مشكله المرض بس المشكله ازاي ان احنا نحافظ على نفسنا بيه لان السكر ده من اخطر الامراض هو وراثه لازم ان احنا نخلي بالنا عليه جدا. ممكن يخرب في الجهاز الهضمي ممكن يخرب في العين بيخرب في الجسم بيجيب اي مشاكل احنا في غنى عنها واي مرض على فكره. والناس اللي بتقول احنا ما بنعمل نظام بيجي لنا انيميا لا عشان انت
بتجوعي نفسك وبتعملي حاجات غلط ما بتمشيش على النظام وبتاخديش الحاجات. انت لو بتبصي الحاجات اللي مكتوبه هتلاقي ان هي كتير اساسا على معدتك ومفيش حاجه انا التكلفه عاليه عليا. لا لا لا، انا ممكن اجيب اكل يومي واقطع منه لليوم اللي بعديه ان حاجات ليا خاصه بيا. لو احنا عايزين نعمل فاهم حاجه هي الاراده مش الاكل، الاراده ومش التكلفه على فكره والله يا جماعه. تغيير الطريقه برضو ده تغيير التفكير وتغيير تغيير التفكير والعقل. واحنا بنعيش نتعلم، يبقى نعيش ونتعلم بصحه احسن ما نعيش ونتعلم واحنا ما عندناش صحه. طبعا بشكرك جدا. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. الله يخليك حضرتك الله يكرمك تجمعكم كلكم جميعا. وانا الله يكرمك جدا. تسيفه كبيره بقى تالت. وبشكر ماما هدى عشان كنتش جايه وماما هدى اللي خلتني برضه اجي. شكرا شكرا جدا. شكرا. طبعا كان عندي ابني خس برضه وهيخس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عايزه اوجه رساله لنوره. نوره ان شاء الله ان هتبقى معانا وزوزه وزينب. وزينب زمايلنا في القاهره. هي زمايلنا في القاهره واحنا معاهم على طول على الواتساب يعني طول النهار ولغايه بالليل والصبح وكل وقت في اي وقت بنقول. فهي ان شاء الله تبقى معانا المره جاية. ما جاتش النهارده بس ان شاء الله المره الجايه تبقى معانا وتبقى يعني تعمل حاجه ان شاء الله هناك. أيوة. لانهم اصحابنا جدا من يوم الايفنت اللي فات جدا جدا يعني من يوم الايفنت. وهبه سعيد برضو. ربنا يسعدها يا رب. ايامك وانت جايه تقولي الف الف مبروك. الف الف مبروك. اشكركم ومكملين معاكم ان شاء الله. السلام عليكم. ريدي ريدي جو. استني لا مش تعملي العقاب. نعم هتعملي العقاب. هي لعبه حلوه. غني لهم بقى اغنيه. غني لهم اغنيه. غني اغنيه. بص للكاميرا وغني اغنيه. يلا بص كده بص كده. بقول ايه طيب؟ اي حاجه. مكملين معاكم في انجازات لو نفسك تخس والتشجيع خلال الايفنت. وكل واحد بيشجع اللي جنبه. ممكن يكون واحد بدا واحد لسه واحد جاي واقف يفكر واحد جاي يتفرج وكده. ممكن ناثر على حد فيكم يعني. اثرت عليكي الناس دي؟ اتاثرت طبعا. هتاثرتي؟ انت متاثره اصلا من زمان. طنط انت اصلا من الحمد لله كله متاثر. انا اتاثرتي جدا جدا الحمد لله. طبعا يعني 14 كيلو في شهرين ونص بالظبط ما شاء الله. اه والله الحمد لله. حضرتك احكي لنا بقى من الاول. والله هي اللي قالت لي امنيه اكيد انت فاكرها. امنيه اللي ما جاتش النهارده عشان بتلخبط. ايوه بس هي ان شاء الله الايفنت اللي جاي هي هتبقى مفاجاه الايفنت ان شاء الله. فقالت لي وقالت لي على الجروب وقالت لي على الايفنت. بس هي قالت لي للاسف بعد الايفنت يعني اتصلت بيا بعد الايفنت نفسه. بس وتشجعت وبدات بالظبط 5/9 بالظبط 5/9. بعد يعني الليل على طول. خلال شهرين اتغيرتي جدا. حياتك فرقت معاكي؟ طبعا طبعا. ايه سر التغيير يعني؟ ايه سر التغيير في وجهه نظرك؟ لا يعني بص 180 درجه يعني كانك سره يعني ايه السر اللي خلاك ان انت تتغيري؟ لا انا بصراحه كنت مثلا امشي انهج. اتحركت في البيت شويه انهج وبعدين رجلي وجعتني فخلاص بقى امنيه كلمتني فتشجعت اكتر والحمد لله لقيت في تغيير رهيب. طبعا الحمد لله الحمد لله. وبشكرك جدا والله. الله يخليك يا رب. بجد تحب تقولي ايه للناس؟ انت على فكره افاك طالع في الصوره. خلينا نشيل افاك كده. هعمل ايه طيب؟ طب اطلع وشك يعني اطلع كده هتعملي فيها فلافيو يعني ويدخل جون بقفاه وبتاع. لا طبعا اشجع الناس كلها انها تستمر واللي ما بداش يبدا واللي بيكسل لا ما يكسلش واللي بيلخبط ما يلخبطش. ان شاء الله باذن الله. بنشكر حضرتك. والبادجت خلصت ولا ايه؟ واحد تاني لسه. عفوا. الله يكرمك. الله يخليك. اغنيه دينيه مثلا. نسالك يا من هو الله الذي لا اله زي ما كان المره اللي فاتت. اي حاجه. اي شعر. اي نثر. اعمل لنا حاجه للمتنبي. بس خلاص شعر طالع على البدر علينا. شعر المتنبي مثلا. ماشي ماشي ماشي. يلا طالع على البدر. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مناسبه حلوه. هي النبي احلى مناسبه. غوصوا فينا
جيت في الامر المطاع جيت اشرف. شكرا مرحبا يا خيال.